جوزيه جوميز كان ليه برضو تصريحات هامة، بيقول لك ان كل الاجواء في الجزائر بتؤهل الفريق ان هو يلعب مباراة كرة قدم جيدة، واعتقد ان دل على شيء بيدل على كرم الضيافة لاشقائنا في طبعا الجزائر، وان شاء الله نستمتع بهذه المباراة. شفت التصريحات دي ازاي؟ هو انا بص يعني هو انا اعتقد بالنسبه له شويه بيركز في موضوع الملعب، عشان احنا صحيح، دايما ملعب التدريب فعلا، ودي بالظبط من الحاجات اللي اتكلم فيها في المؤتمر بالظبط كده، الصحفي. لان دايما المباريات الافريقيه او الصعوبه في المشاركات الافريقيه بتبقى الملاعب والاقامه، دي صحيح اصعب حاجه. لكن احنا رحنا مثلا رحنا الجزائر، فاعتقد ان الجزائر كان خيار بالنسبه للزمالك، احسن اختيار ان انت تروح الجزائر، لان ملاعب التدريب ملاعب كويسه، حتى الجو هناك بيبقى فيه برد شويه، فاعتقد بيبقى جو مناسب جدا او جو نموذجي لانك تلعب كره حلوه، فاعتقد ان كل الظروف ملائمه ان احنا نعمل ماتش كبير. يعني مش بس جوزيه جوماز بيقول للعيبة يلعبوا بإيجابية على المرمى، ولكن طريقة تفكير الراجل هي في حد ذاتها إيجابية، وده اللي ظهر من خلال تصريحاته. قال لك لا أنظر للإصابات، أنظر على المجموعة المتاحة من اللاعبين، إن دلت على شيء بتدل على الفكر أو التفكير الإيجابي للراجل. والثقه كمان، صحيح، هو بيضرب بيها عصفورة ثقة الحجر لعبته. بالظبط كده. انا نعم، النهارده مش هقعد مثلا، انا مع عبد الشافي مش معايا، مش هقعد اقول انا مش عبد الشافي مش معايا، لا عبد الشافي مش معايا. لا، انا هفكر ان هصدر طاقة سلبية لنفسي بالظبط كده وللفرقة كلها. للفرقه كلها، انا بقول ايه، انا اللي موجود انا عندي ثقه كبيره فيه، واللي موجود ان شاء الله يبقى يدي بشكل احسن. فاعتقد ان ده تصريح ذكي جدا منه، ان هو بيدي الثقه للعيبه الموجوده معاه في السكور، صحيح، وبتديهم ثقه ان هو يقدروا يعملوا مباراه كبيره. وانا احنا كلنا عارفين ان في نقص، لكن مهما اتكلمنا مش هنعرف نعمل مشكله، يعني مش هنقدر نرجع عبد الشافي وفتوح يلعبوا. فهو بيدي ثقه للمجموعه اللي هتبقى متاحه معاه في المباراه دي. يعني طيب برضو من الحاجات اللي اتكلم فيها هي إصابة فتوح. قال لك بنستعيد بشكل كبير ان احنا نستعيد فتوح، وده برضو ان دل على شيء بيدل على قيمة فتوح، وان طبعا الراجل يعلم ويعي تماما القيمة الفنية طبعا، لفتوح. عندك لعيب دولي ولعيب كبير، وكلنا عارفين القيمة الفنية لفتوح، كلنا بنثق فيه وبنحبه، فأعتقد إن هو هيبقى إضافة كبيرة جدا لفريق نادي الزمالك. فالراجل برضو عشان كده ده من الأسباب اللي يخليه إن هو ياخده معاه هناك، اللي يبقى تحت عينيه في التأهيل وفي الإشراف الطبي. فأعتقد إن عودة فتوح هتمثل قوة كبيرة جدا لفريق نادي الزمالك الفترة اللي جاية. دايما المدرب تصريحاته بتكون مش رسائل بس للخصم، ولكن رسائل للعيبته. يعني طبعا اعتقد اللعيبه بتكون قاعده بتشوف البريس كونفرنس بالظبط، وبتشوف الراجل بيتكلم والاخبار ازاي. كمان اللي بتشوفها، صحيح، يعني بيبقى دايما هم بياخدوا من كلامه ويعرفوا تفكير الراجل رايح فين. وممكن واحد او مش بس التصريحات، من التشكيل، من طريقه الكلام، انا ممكن اعرف المدير الفني ده عايز يروح يدافع او يهاجم قبل ما نلعب، عارف هو عايز يعمل ايه في المباراه، من تصريحاته. من تصريحاته، من التشكيل قبل ما ننزل الملعب حتى. فاعتقد ان هو الراجل عارف كويس ان هو كل كلمه محسوبه عليه، وعارف كويس ان هو ماسك فريق زي نادي الزمالك له شعبيه كبيره، فكل كلمه بتتقال هو بيبقى دارسها وعارف هو بيقولها في الوقت امتى، وهو عارف هو بيتكلم في ايه. فاعتقد ان اللعيبه هيبقى عندها من الخبرات ان يعرف امتى المدير الفني بيتكلم ده دعم او نقد او فاعتقد ان اللعيبه خلاص بقى عندها وعي كبير في الحاجات دي. كابتن ابراهيم، تاكيدا على كلامك، من ضمن تصريحات جوزيه جوميز قال لك انا اعلم تماما ان اللاعبين الموجودين يعلمون ويدركون قيمه نادي الزمالك، وان هم على مقدره على تحقيق طموح نادي الزمالك. طبعا اكيد، انا اي مدير فني بيجي او اي لعيب بيجي يعني حتى الاجنبي بالذات بيدخل يشوف النادي ده ظروفه ايه، جماهيريته ايه. انا عايز اقول لك ان اي حد بيجي يشوف جماهيريه نادي الزمالك ممكن نبقى قد دول في بلاد هو بيمسك، قد الدوله كلها. يعني احنا المدربين الاجانب اللي بيجوا بيشوفوا جماهيريه طاغيه، ويعرف قيمه نادي الزمالك ازاي، وبيشوف في الشارع بمجرد ما هو ماشي. يعني انا اعتقد ان هو تقريبا كان هو قريب كان ماسك في السعوديه، عمره ما هيشوف اللي بيشوفه هنا، ان انت جمهور الزمالك بيقابلك في كل مكان، وبيقف معاك وبيشجعك وبيتصور معاك وبيحبك. فاعتقد ان قيمه نادي الزمالك هو بيعرفها من اول يوم يبقى موجود فيه في مصر هنا.